حرك ايدك عشان بطل بطل حادث هو عبارة عن كارثة انهيار تلة ترابية كتل كبيرة من الصخور بالإضافة إلى الأتربة فوق سطح بناية اللي هي قطارة الإمام علي. الكميات الكبيرة ما صمدت أمام السقف، انهار السقف بالإضافة إلى الكميات الكبيرة من الأتربة والصخور، انهار برمته على الزائرين المتواجدين داخل الموقع. سوف نتحدث عن هذا المكان.